ده دي بس تعالي يا بت توبي الى الله بقى، ربنا يخرب بيتك. ربنا ايه يا بت؟ وافق ده ابوكي، ابوكي اتشل من كتر ما دورنا عليك. ابويا مين؟ انت اللي جابك الفيلا دي يا بت؟ ها تعالي هنا، تعال انت هنا. ما لحقتش. وقف هنا. طيب انت يا بني ادم انت مين وجاي ليه؟ انت اللي مين؟ انا اللي مين؟ انا اخو الهانم اللي كان بين احضانك. ايوه ده انا بقيت 3 ايام بدور عليها، ابوها اتشل بقول لك. دي كل يوم تهرب مع واحد في الحته، واتقفشت على حدود الاردن 4 مرات. مين دي اللي قفشوها؟ تعملي ايه في الاردن يا بنت في الظروف دي؟ اردن اقف هنا. اسمك كريم؟ اسمي كباك. سبحان الله. ليه؟ الخالق الناطق فارس ابو شنب الولد. ومين فارس ده كمان؟ يا كباكة يا كباكة، مهما كان ده لحمنا برضه. لحم مين؟ بقول لك دي اختي، دي عيلتها 2000 راجل. يقطعوك. انتوا بتتكلموا مع بعض في ايه؟ بناخد وندي مع بعض في الكلام. خلاص وده ببلاش. إيه؟ ابويا قال لي اتكلم مع اختك خد منه 10 جنيهات. يا حرام. مش بتاكل وبتشرب دي بتكلفنا؟ يا سيدي هات هات الفلوس كلها. ايه هات الفلوس؟ هات بس اوريك. أيه؟ اوريك. النهارده ايه؟ السبت. ترجع البيت يوم الاربعاء يا بت، فاهمه ولا لا؟ اربعاء وخميس ايه؟ وحسك عينك تتاخري امامك على العشاء، دول الرجاله يفضحونا. ما انت عرتنا. اوف يا بت الرجاله. اتفضل انت يا سيد كباك. اتفضل ايه؟ انا واقف سكيورتش على اختي. ما انت واخد فلوس على قلبك. ابويا قال لي اقعد مع اختك في الحفله. مش عندها حفله؟ عندنا حفله. في بوفيه؟ في بوفيه مليان اكل، اجمد بوفيه في الدنيا. عزيز 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 عزيز. اهو اتدمر البوفيه الله يخرب بيكم. احسن. الله، مين الواد الصغنونه القزعه ده؟ يودي يودي. ومين البيت التخينه الهبله؟ يا شباب اوعى. تعالى تعالى ربوها الاول. انت اتجننت؟ مال غلطت؟ عايز تعمل لنا مشكله؟ ما شفتيش قالت ايه؟ اتاسف لها. لا هتتاسف لها يا عمتي. حرام يا عمتي. مين عمتك دي؟ انا اسف. هو انا اسفه والله، شكلها لطيف جدا بس دخلت عليا زي الجاموسه في الاول. خلاص انا اسف. وانا اسفه. وممكن اعزمك على حاجه ومصروف بمناسبه الصلح؟ ايوه. تاخدي ايه؟ ساندوتش بيج ماك. اوكي احضرينا. نعم احضرينا. ايه اللي نعم؟ اعمل ايه؟ ايه اللي ايه؟ مصريه ايه؟ لا طبعا. امال ايه؟ حضرتك تاخدي ايه؟ ساندوتش بيج ماك. لا سيبك من المجاملات خليها بعدين، قولي الاوردر ايه؟ ساندوتش بيج ماك. يلا هات عزيز، هات ساندوتش. ايوه هات 1 2 104 بيج ماك. يلا تاخدي حاجه تاني؟ ايوه. ايه؟ ساندوتش وكفته. انت لسه طافحه، انت هتستقطعيها. لا 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 لا. اعطوا زمارة رقبتك. بس انا خدت حقي. اشد لسانك من جوه بوقك. يا كان هسكت. اتاسف لها؟ لا اتاسف لها. ربنا ياخدي كتيتة ونرتاح منك بقى. مين دي؟ ايه ده؟ امسكي. انا اسف. وانا اسفه. ان شاء الله محبه لا بعد عداوه. طيب ساكنه هنا؟ ايوه. يا ريتني ما عشت لليوم ده. في ايه؟ دخلتي لقيتينا عريانين؟ ده انا اتخضيت. في ايه؟ بتعملوا ايه؟ هنعمل ايه؟ بنسب نتعرف على بعض. ايه ده؟ حط صوتك بقى. عندك اوضه لوحدك؟ ايوه. انت فرحانه؟ ما بقول لك انت واقفه بقى هتحبسينا. انت بتقول لها ايه من ورايا؟ اه اسود. سيبينا بقى. عندك لعب؟ عندي لعب كتير قوي. ايه؟ عندي سكوتر وبلاي ستيشن. ايه اللعب البيه؟ سكوتر ايه ونيله ايه؟ ده انا عندي بلاوي بس اما نبقى اصحاب. باي. يلا دوش. انا حبيتك قوي. انت ايه؟ حبيتك. هو ليه؟ انت يا بت حبيتك. انت عارف لو قلت الكلمه دي ده ممكن اطرقك. ليه؟ انا معقد من الحب. ايه اللي حصل؟ ولا حاجه، حبيت واحده وسابتني. وبعدين؟ والله العظيم انا ما غلطت فيها. انا في الاول قلت لها ما احبش مراتي تقعد مع راجل لوحدها، مش ده حقي؟ حق. رحت لهم يا اختي البيت في شم النسيم، لقيتها قاعده يا ابوها لوحدهم. خد الفسيخه دي يا بابا، خد البصلايه. وامها رايحه جايه شايفه الوضع ده وعادي عندهم. قلت لها ايه الزباله دي؟ رحت ماشي. بس ده باباها. راجل ولا موتوسيكل ابوها ده؟ راجل. راجل بس خلاص. وبعدين؟ ولا قبلين، بقالي 12 سنه ما اعرفش عنها حاجه. يا حرام، وعملت ايه؟ ولا حاجه والله. ابتديت بقى اول حياتي كلها دواوين شعر وهنشرها في السوق وابهدل الدنيا. بجد؟ انا معذب. طب سمعني. انت فاهم في الشعر؟ قوي. كتبت لها قصيده باسمها. هي اسمها ايه؟ احلام. طب سمعني. بقول في المطلع احلام 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 بيتي احلام. البيت راحت فين؟ ما كبيتها في القصيده يا بنتي. احلام افتحي يا احلام. انا ناصر. مين ناصر ده؟ اخوها. عشان لو عرفت ان انا اللي بندى مش هتفتح. استني انت. استني يا بنت افتحي عنك، غوري في داهيه.
وسبتها وحبيت بنت خالتها عشان احرق دمها. بجد؟ اه. وبعدين؟ سابتني الصبح. يا حرام، وعملت ايه؟ كتبت قصيده باسمها. هي اسمها ايه؟ انغام. طب سمعني. بقول في المطلع يا انغام انت يا زفت انت كمان. يا عيال حد يرد يا انغام. محمود هي وقعت من على الكوبري. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ تعالي. طيب. سبتهم ورحت الحب الاصلي بقى. لمين؟ للسيما. بجد؟ اشتغلت يومين وقالوا ما تنفعش. يا حرام، وعملت ايه؟ كتبت شعر في السيما. طب سمعني. بقول في المنزل افلام. يا افلام. بص الراجل ده شكله حرامي شعر، بعدين انا ليه اماكن متعدده نتقابل فيها؟ بجد؟ آه. انت اسمك ايه؟ يا نهار اسود. اسمك ايه؟ اسمي كباكا. ده الحقيقي؟ لا الحقيقي كباره. والدلع؟ حماصه. ايه ده؟ حماصه اخوكي. نسيت اخوكي؟ انت عندك بابا؟ اه. بيشتغل ايه؟ تاجر مخدرات. ايه؟ ايه تاجر؟ اكذب يعني؟ وامك؟ امك اسمها امك، ده انت بيئه على فكره قوي. اسمها مامي. ومامي؟ مامي محامية. ايه اللي بتقوله ده؟ ابوك تاجر مخدرات ومامتك محامية؟ نشوف الفراسة بقى، محدش بيتدخل في شغل حد، عشان كده والحمد لله أسرة مستقرة في سجن أبو زعبل. روح منك لله يا شيخ. أنت عندك إخوات؟ الحمد لله. اسمهم إيه؟ بنات ولا الأولاد؟ لا البنات. سعاد. دي الأولانية. لا كله سعاد كله، إحنا هنجنن أمي يا نهى يا رشا يا كاميليا. تتلحس تتلحس. هي اسم واحد، هي تندى، كلهم يجوا زي الجزم تشوف يا عايزه مين. دي الام. الام. الام يا بت. ايه ده يعني؟ ايه الام على جدع؟ ده انت شاعر يا اخي وحساس. ومامتك اسمها ايه؟ سعاد. برضو يعني ابويا هو اللي يتراوش يعني؟ هو يندى هم يجوا يشوفوا ده الاب. ما تضربش. لا لا تضرب. وباباك اسمه ايه؟ سعاد. لا. طب سعاد بقى بتشتغل ايه؟ انا واحد ابويا والله اختي والله امي، دي لخبطتني قوي. هي برضو اختك. اختك كبيره؟ ايوه. في برنامج تلفزيوني ناجح. اسمه ايه؟ خلف الاسوار. تبقى مذيعه؟ لا متهمه. مذيعه مين يا ماما؟ خلاص فهمها. احنا مين؟ سعاد بقى بتشتغل ايه؟ زي اختها برنامج اغرب القضايا. تبقى مخرجه؟ يا بنت محكوم عليها افهمي بقى. خلاص. سعاد بقى بتشتغل ايه؟ صغيره؟ ايوه. في تجاره انجلش. نعم. ضلت الطريق ودخلت الجامعه. ادعولها ادعولها. ايه ده؟ ايه العيله البيئه دي؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وقصيرين وطوال وحالتهم. اسم الله عليك يا عود ابانوس، احنا قصيرين وطوال. مالي يعني؟ تكلي على الله بقى. تكلي على الله. بقول لك مش هتكلم. أنا مش عارف إيه اللي جرالي. ولا إيه اللي أنت عامله ده؟ دي مش شخصياتي. صلح الموقف. يا رب تسامحني بس. أرجوكي أرجوكي سامحيني عشان أسامح نفسي. خلاص. أنت هترجعي في وشي. إيه يا بني آدم أنت ده؟ أنت عشان مكانك لو هنا جبل نازل عليك، أنت شايف حاجة؟ أنا آسف. إيه ده؟ والله أنا أول مرة في حياتي أضرب الكمية دي. انما ما تزعلي بقى ما تعذبناش. اه ان شاء الله. انا اضرب القمر ده. اه انت اموره قوي على فكره. ميرسي. لا بالراحه، المسرح هيقع. بالراحه. بقول لك ايه، ما ترجعش شعرك ورا عشان البياض ده يبان. ايوه صح صح. الخطوط دي ميرسي. انت جاي تعملي شغل يا هاني؟ انا حاجه. اهلا وسهلا. ايه رايك بقى؟ انت سرقتي الستاير بتاعت القصر؟ احسن. ايه اللي انتوا فيه ده؟ انتوا نسيتوا احنا جايين ليه؟ نسيتي عمك ابو شنب؟ نسيتيه؟ انا فاكراه فاكراه. هو فينا؟ في العيال التانية؟ ما نعرفش. طبعا انتوا كلكم جايين رحله شم النسيم. يا نهار اسود ومنيل. في ايه؟ مش عارف. وربنا ما اعرف. ايه؟ في ايه؟ ما انا واقف معاكوا. ايه الغباوه دي؟ والله ما اعرف. احنا بنتراقب. بن ايه؟ بنتراقب. في خطر. ايه وصلت لكده؟ ايه؟ وطوا شويه.
وطينا وطوا بينشنوا بالرصاص. انا خايف عليا الطلقه، مش خايف عليا عليكم. وطينا خلاص، انزلوا على الارض، انزلوا على الارض. نزلنا. انزلوا. ايه بقى؟ ايه الاحجام الزباله دي؟